لفترة طويلة لم يلقى العراق الأمن الغذائي الذي يعد حجر الأساس للأمن الوطني العراقي والقلب الفعلي لسيادة البلد الحقيقية، رعاية خاصة أو اهتماما بشكل يتناسب مع حجم الأمر من السلطات العراقية المتعاقبة على مدى فترات طويلة، إذ استمر معتمدا في معظم مصادره الغذائية على الاستيراد من الخارج، ولم يتم تفعيل منظومة الأمن الغذائي بالشكل اللازم، ربما بسبب كثرة الصراعات والحروب الدائرة في البلد على مدى 4 عقود صريحة وعقدين سبقتها بشكل ضبابي وغير واضح. ومتى ما أراد العراق أن يحقق استقرارا سياسيا ومجتمعيا، فذلك يتعلق بشكل مباشر بقدرة البلاد على خلق توازن بين عدد السكان والغذاء الذي ينتج داخل البلاد. على أرض الواقع استطاع العراقيون أن يحققوا اكتفاء ذاتيا في بعض المنتجات كالدجاج والأسماك، لكن ليس هذا كل ما يحتاجه المواطن، فلم تزل القطاعات الأخرى بحاجة إلى نهضة كالزراعة وإنتاج اللحوم، وهذا ما دفع بعض المنتجين إلى البدء بإنشاء مشاريع عملاقة كما في مدينة الكوت التي تشهد إنشاء مشروع للأمن الغذائي على مساحة تقدر ب30,000 دونم. فإذا ما كتب النجاح لهذا المشروع سيحول محافظة واسط إلى سلة غذائية مهمة للبلاد، تحقق طفرة نوعية في الأمن الغذائي العراقي، وتشجع المنتجين على إنشاء مشاريع مماثلة في عدة محافظات أخرى. هذا السلوك في التنمية إذا ما وجد طريقا معبدا سيكون رافدا مهما لكل المنتجات الزراعية والحيوانية، وسيدفع العراق إلى الإحجام عن استيراد الكثير من المنتجات التي أثبتت أنها مضرة بصحة الإنسان واقتصاد البلاد على حد سواء. لبرنامج دينار على الجميلي العراقي الإخبارية، بغداد.